ما عندك تحت في حياتك؟ لا، شكون معاك؟ كيفاش تكون معاك من نيتك؟ من نفسك خديجة. لا بس بعد ملي عرفتيني. لا، هادشي اللي عايبين السيد دي بحال ديالو الصابر اللي كنصبوا على عباد الله. السلام عليكم اخوتي، مساكم بخير وعلى خير. الدري بغا تيست، اش هذا هو السماع؟ يلا شي شهاده شي حاجه. يلا شهر. فين ساكن هو؟ ساكن في قنيطره. قنيطره هنا النيت، واخا عطيني نمرتو. يعني Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. اللي عيط لك ادعيه الصباح والمساء اضغط. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا احمد؟ بخير، راني كلشي مزيان. صباح الحمد لله. الله يحفظك ليا، الله يطول عمرك. احنا واحد السوبر ماركت حلينا جداد هنا في قنيطره ديال لي كادو، اليوم جات عندنا واحد السيده تقدات واحد كادو تبغات تليفريهم ليك. حنا تابعين لواحد الشركه، حنا تابعين لواحد الشركه اللي هي ديال ليفريزون في كازا بلانكا، وهاد الشركه كل شهر تتربى 5 ديال الناس، وهي اليوم كانت من المحظوظين ربحات معنا جوج ديال الطريس برو ماكس. غير هي دربحة باش تكمل ليها خصها تكون زعما ديجا اون كوبل ماشي سيليباتير، لان اللي واش دايره زعما شي علاقه في حياتك، عطاتنا نمرتك وسميتك بعد المعلومات عليك، وحنا اتصلنا بك غير باش نتاكدوا بلي السيده بصح دايره معاك علاقه اللي غتربح معاها انت 13 برو ماكس زائد هي 13 زائد هي واحد الكادو تخداته منك ديجا قبل باش هي ربحات هاد الكادو. دابا السيده راه معانا زعما و تتسمعك، دابا بغينا غير نتاكدوا ما تكونش ناصبه علينا. نعم، شكون هي السيده؟ هاد السيده حنا مازال ما عرفناش، خصك انت تعطينا سميتها باش نكونفيرميو معاها، نتاكدوا الا كان تطابق في داكشي اللي قالت غادي تربح ان شاء الله انت وهي اليوم. خويا ما كنعرفش شي واحد. كتعرف حتى شي وحده؟ لا، حيت زعما هي قالت لينا دايره معاك علاقه. دايره معايا علاقه؟ اه، باش تكمل ليها هاد الربحه خصها تكون هي ديجا اون كوبل. قالت لينا كاين واحد السيد هو اللي كاين في حياتي انا مرتو، ها هو. قلت لها استنى يا اختي واحد الدقيقه نتاكدوا، الا كان بصح ما تكذبيش علينا يقدر يكون غير خوك ولا من عائلتك، الا كان فري وجاب سميتك وانت اللي كاينه غادي نتربحوا ان شاء الله اليوم بجوج نكملوا لك الربحه. وعند اخويا ما عندي شي علاقه مع شي بنت. ما عندك حتى شي علاقه مع شي بنت؟ اذا السيده تتكذب علينا. واخا اخويا العزيز خليك معايا واحد الدقيقه، الله يجزيك بخير، نكونفيرمي معاك دقيقه ونمك. اختي اش بان لك؟ انت اخويا العزيز تهضر معاك، هي بغات تهضر معاك. الو الو صافا صافا، ما عندك حتى في حياتك؟ لا، شكون معاك؟ كيفاش تكون معاك من نيتك؟ من نيتك خديجة. لا بس بعد ملي عرفتيني. لا، هادشي اللي عايبين السيد دي بحال ديالو الصابر اللي كنصبوا على عباد الله. ولكن شنو فيها زعما اللي قلتي؟ راه غير سمية، طلب غير سمية، وما طلبش شي حاجة زعما. لا، حيت تهضر معايا كادو كدابا هادي أغلبية كيديرو غادي نصب ديال النصب. ولكن اصلا هو ما قال ما طلب منك حتى شي حاجه، طلب منك غير سميه. وحنا ما عرفناش حتى اصلا علاش راه متفاد هادشي كامل، ما كنقدرش معاك ما نقولوش انايا كاع. كيفاش؟ انا اصلا باش غنتفاد هادشي كامل ما غاديش نعطيه، ما نعطيهش، ما نعطيهش وقت كاع، ما نهضرش معاه. ما نعرف تيقتك. تيقتيني؟ اه. انا قلت لك ها؟ شكون تهضر معاه؟ راه قال لك وقيلا شنو كاين. لا وين انت تكتر معاه شنو بغيتي ليا والو؟ شتي دابا ضيعتي لينا الربحة صاحبي. ها؟ وقلت لك دابا ضيعتي علينا الربحة. اوكي، يعني الربحة حنا نجيبوها. حنا نشوفو. الربحة حنا كنجيبوها حنا. كيف هاد بنتي كنتي كتهضري معايا عشان ما قلتيش في الواتساب؟ شنو نقول لك؟ قولي لي شنو كاين، شنو كاين كدا. ما لقيت ما نقول لك. قلت لك ما لقيت ما نقول لك.
باغي سميت قولي ما تكدري معايا في الواتساب بصح انك تدري معايا في الواتساب حنا كنا كنهضروا عليك في الواتساب كتير. ولكن علاش انت قلتي له ما عندي حتى شي وحده في حياتي؟ ها قلت لك علاش قلتي له ما عندي حتى وحده في حياتي؟ قلت لك انا عايش ليا واحد ما كنعرفو ما كيعرفني السلام عليكم خويا عندنا واحد الكادو كذا وهادي عطينا السميه ديال حدا اللي كتعرفو واش هادشي ما كيدخلش للعقل. اه ولكن عاوتاني هو راه ما طلبش منك فلوس ولا طلب منك شي فهمتي شي حاجه ولا شي وراق ولا هذا فهمتي ما غاديش يطلب منك فلوس من الاول هو ضروري غادي يدخل معك باللعبه ديال الكادو عطينا هذه هذه وراها غادي يدخل لك اللعبه ديال الكادو ديال الفلوس ديجا هاد البرانس انا ديجا كيوقعوا. اه ولكن كان عليك على الاقل تسبق سميه ما فيها والو كون قلتي سمين. اه اوكي ماشي مشكل دابا انتي فينك؟ خارجة. خارجة؟ اه كاع تكونتي داخلة في الدار باش تسمعني. حدا الدار راني حدا الدار. حدا الدار؟ دابا شكون هاد السيدة هضر معايا؟ واحد الشريكة حدانا. ديال اش؟ ديال الكادوات. كادوات كاين شي شركة ديال الكادوات؟ اه واحد السوبر ماركت جديد. اه قلت لك واحد سوبر ماركت جديد. اه زين دابا شنو هو البلان شنو البلان شمن البلان شنو البلان ديالك كيفاش شنو درتي انت هي باش ربحتي شنو ربحتي ما بقيت ربح حوالي دابا. اه يا الحاجه اللي سهله ما مزياناش. ها الحاجه اللي سهله ما مزياناش صافي تم من بعد وصوني لك احمد. اوكي واخا شو استنتجتي؟ ما تيغت كي خونك ايه؟ اه تصدمتي دابا انتي ثانية ركيسة بنتك هذيك